ككل عام ومع بداية شهر رمضان المبارك، ترتفع أسعار اللحوم والخضار والفواكه بسبب زيادة الطلب عليها من قبل الصائمين. هو تقريباً أول أسبوع بتلاقي شوي الأسعار غارية، بس تقريباً بعد شي أسبوع مثلاً بتلاقي بتبلش تنزل الأسعار. مغليين كتير غالي، مش عم بيرحموا حدا والله، بس احنا عم نختصر يعني اكل على الاقل خفيف. الاسعار غاليه بس الحمد لله ماشي الحال، بس الله يعين الفقراء يا رب. قبل رمضان كان رخيص، هلا كثير نار، هلا كثير غالي الاسعار. ورغم حركه البيع الجيده فان التجار غير راضين عن الاداء. حركه خفيفه والله، ما في حركه قويه، مفروض باول يومين تكون حركه اقوى من هيك، بس العالم يعني ما عم تشتغل، ما في فلوس، ما في كذا. والله تعبان كثير، كثير تعبان، هاي شارع صبرا هيك العالم، بس هيك الفروج ما في حدا. كيلو الفروج ب 2008 من جمعة، هلا كيلو الفروج ب 3700. المصدر نفس الشيء، بعده ما تغير شيء، بس هي هذا الاحتكار اللي بيصير، صار عليه طلب شوية زيادة بدهم يحتكروه. هلا إذا بترجع بتيجي الجمعة الجاية بيرجع بينزل السعر. بدورها محلات بيع التمور تشهد طلبا متزايدا. يعني الحمد لله دائما الله سبحانه وتعالى بداية الشهر تبقى كثير رائعة وعالية جدا، يعني اشترينا بضاعة وراحت واشترينا وراحت الحمد لله رب العالمين. غلاء الأسعار تفشى في الأحياء الشعبية والمحال التجارية ذات الأكلاف المنخفضة، فما بال الأحياء الفخمة والمحال ذات الأكلاف المرتفعة؟